اليوم راح ناخذ المحاضرة الرابعة في علم الخرائط النظري. اللي هي مقياس الخط الشبكي. المحاضرات السابقة أخذنا مقاييس الرسم، المقياس الخطي، المقياس الكسر البياني، المقياس الكتابي، المقياس. ناخذ اليوم المقياس الخطي الشبكي. هذا النوع من المقاييس طبعا هو عبارة عن مقياس خطي لكنه دقيق أو أكثر دقة من الأنواع الأخرى. طبيعة هذا المقياس بالحقيقة يكون على شكل شبكة من الخطوط، ولذلك سمي باسم المقياس الشبكي. طبعا بعد قليل راح نشوف احنا شلون الرسم، شلون رسمه بالضبط. المقياس الشبكي يستعمل بالحقيقة عندما نحتاج دقة عالية لمقياس الرسم، ولا نستطيع أن نرسم أو نقيس المسافات إلا بشكل دقيق إلا باستعمال هذا المقياس. لكنه رسمه يحتاج إلى دقة أكثر متناهية، لأنه في أجزاء فرعية دقيقة جدا على شكل شبكة. الأجزاء الفرعية إذا رسمت بشكل غير دقيق، المقياس يكون غير دقيق وغير متناسق، لأنه أصلا مبني على نظرية الخط الذي يقطع مستقيمات متوازية على أبعاد متساوية. هذا المقياس بالحقيقة لا يستخدم الآن بشكل واسع بالخرائط. احنا الخرائط الآن نستخدم بها المقياس النسبي الكسري أو المقياس الخطي بالدرجة الأولى. فنشوف هذا المقياس أيضا شنو بعد. المقياس الخطي هذا أو الشبكي هو مقياس خاص لبيان أجزاء أصغر على المقياس الخطي الدقيق في حالة إذا كان المطلوب زيادة الدقة التي يقيس فيها أو يقيس إليها هذا المقياس، وهي أجزاء تصل من الصغر بحيث يتعذر معها بيانها أو معه بيانها بالتقسيم العادي. هذا المقياس بالحقيقة قلت لكم أنا هو على شكل شبكة، وهذه الشبكة دقيقة جدا بأجزاء فرعية. الأجزاء الفرعية اللي ترسم عندنا يعني على الورقة هي مقسم، ما يسمونها الذيل، مقسم إلى مليمترات، وهذه المليمترات تعطي قياس دقيق جدا لما تمثله على الخريطة مقابل ما تمثله على الطبيعة. هذا مثال راح ناخذه على المقياس الشبكي. راح ناخذ هذا المثال على المقياس الشبكي. إذا المقياس الشبكي بالبداية قلنا بأنه عبارة عن مقياس دقيق جدا يستخدم أو نستعمله إذا يعني ردنا نقيس بالدقة المتناهية. وهو مصمم على شكل شبكة بأجزاء، والجزء الأخير من اليمين أو اليسار هو يسمونه ذيل المقياس، وهذا ذيل المقياس مقسم إلى أجزاء السنتيمتر اللي هي مليمترات. راح ناخذ مثال ونشوف إنه شلون يرسم هذا المقياس. المثال: صمم مقياس خطي شبكي. صمم مقياس خطي شبكي لخريطة مقياس رسمها النسبي 1 إلى 2000 بحيث تكون دقة 1 متر، يعني دقة المقياس اللي هو نخليه 1 متر اللي هي على الأرض، يعني سنتيمتر
على الخريطة يقابل 1 متر على الطبيعة، يكون دقيق جدا. بهالحالة هذه كل 1 سنتيمتر على الخريطة تساوي 2000 سنتيمتر على الطبيعة. كل واحد، هذا شوفوا، هذا شنو معناه؟ معناه كل 1 سنتيمتر على الخريطة ايش قد يقابلها على الطبيعة؟ يقابلها 2000 سنتيمتر على الطبيعة. بمعنى انه 2000 تقسيم 100 يساوي 20. لكي نحول السنتيمتر، خلنا نكتبها لكم هنا، نحول السنتيمتر الى متر، وذلك بقسمته على 100 سنتيمتر، باعتبار كل 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. هسه نعيدها مرة ثانية. المقياس الشبكي هو عبارة عن مقياس دقيق جدا يستخدم بالخرائط اللي نريد نوضح الدقة فيها. هو عبارة عن مقياس خطي ولكن مرسوم بطريقة شبكية، مقسم إلى أجزاء، وأكو موجود بالمقياس يسمونه ذيل المقياس، أما أن يكون على الطرف الجهة اليمنى أو الجهة اليسرى. هذا الذيل مقسم إلى أجزاء السنتيمتر اللي هو مليمتر. ناخذ مثال على هذا المقياس شلون نصممه. مثال يعني مثال رقم واحد، خلينا نكتب لكم هنا، يعني مثال رقم واحد، مثال رقم واحد يقول صمم مقياس خطي شبكي لخريطة مقياس رسمها النسبي 1 إلى 2000. شنو معنى 1 إلى 2000؟ معناه كل 1 سنتيمتر على الخريطة تقابلها 2000 سنتيمتر. وين؟ على الطبيعة. طبيعي. هذا الشكل شنو معناه؟ هذا اللي ظللته هسه شنو معناه؟ معناه انه كل واحد هذا، كل واحد هذا سنتيمتر على الخريطة ايش قد يقابلها على الطبيعة؟ 2000 سنتيمتر. 2000 سنتيمتر. نريد نرسم احنا هذا المقياس بدقة 1000 متر. بدقة 1000 متر، يعني كل واحد سنتيمتر يعادل 1 متر على الطبيعة. حسب هذا المنطوق مال السؤال، حسب منطوق هذا السؤال، إن كل 1 سنتيمتر على الخريطة يساوي 2000 سنتيمتر على الطبيعة. زين، إحنا شو نريد؟ إحنا نريد المقياس بالمتر. لازم شو نسوي؟ نحول السنتيمتر المن الى متر، لان انا قايل لكم بحيث تكون دقته 1 متر. اذا هو عندي المقياس الان بالسنتيمتر، انا احوله لمن؟ الى متر. شلون احوله الى متر؟ كل 1 سنتيمتر، كل 1 متر تساوي 100 سنتيمتر. كل 1 متر شو يساوي؟ 100 سنتيمتر. 100 سنتيمتر. اذا 2000 هذه، شوفوها، هذه الألفين إذا أريد أحولها المتر، لازم هذه الألفين أقسمها على إيش قد؟ على 2، على 100. هذه الألفين أقسمها على 100. ليش؟ لأن كل 1 متر تساوي 100 سنتيمتر. إذا أقسم المتر على أجزاء السنتيمتر أو على أجزاء المتر اللي هي سنتيمتر. إذا 2000 سنتيمتر تقسيم 100 يساوي 20 متر على الطبيعة.
لحد هنا واضحه لو نعيدها؟ واضح واضح زين. واضح دكتور. بالحاله هذه يكون كل واحد متر، كل واحد سنتيمتر على الخريطه يقابله واحد متر على الطبيعه. زين، لكي نرسم المقياس الخطي بصورة دقيقة لازم نستخدم المعادلة التالية. دكتور تحاول تعيد الموضوع. شو نأجله؟ شنو نأجله؟ مو تأجله بس تعيد هاي الشرح. اعيد الشرح، اعيده مره ثانيه، واذا تريدون اعيده بالعملي لما تجون اخصص لكم انا نص ساعه كامله لدراسه هذا الوضع تدريجيا. زين تمام. هسه احنا راح ناخذ هسه هذا على الانترنت على عن بعد يعني، ويوم الاحد ان شاء الله من تجون ناخذ العملي نص ساعه اعلمكم شلون العملي واخليكم ترسمونه بالبيت ونكمل هذا الموضوع هناك بالكليه. خل نعيده مره ثانيه هسه نقرا، واذا ما فاهمينه اعيد لكم بالكليه. خل نعيده مره ثانيه. الموضوع اسمه المقياس الخطي الشبكي. شو اسمه؟ المقياس الخطي الشبكي. خط الشبكي. هذا المقياس هو مقياس دقيق جدا، مقسم إلى أجزاء، والأجزاء مقسمة إلى أجزاء فرعية. يعني الأجزاء الرئيسية بالسنتيمتر، والجزء الفرعي اللي هو يسمونه ذيل المقياس هو مقسم إلى مليمترات، بحيث يكون من الدقة أن نقيس أجزاء السنتيمتر. زين، أريد أعرف شلون يعني أصمم هذا المقياس. معطيكم الآن مثال رقم واحد وراح تشوفونه بالشكل. سؤالي يعني انا اجيب لكم هذا السؤال: صمم مقياس خطي شبكي لخريطه مقياس رسمها النسبي 1 الى 2000. 1 الى 2000 شنو معناه؟ معناه ان كل واحد هذا كل واحد سنتيمتر على الخريطه قد يقابله على الطبيعه؟ 2000 سنتيمتر. وين؟ سنتيمتر على الطبيعه. كل واحد سنتيمتر هذا على الخريطة شنو معناه؟ معناه يقابل 2000 سنتيمتر وين؟ على الخريطة. الطبيعة. على الطبيعة. أريد أقيس أنا المقياس، أو أريد يكون المقياس إنه بدقة المتر، أريد أخذه بالأمتار. زين، هسا إحنا عندنا هذا بيش اللي موجود السؤال بيمن بالسنتيمترات، هذا بالسنتيمترات. زين، أنا أريده بيمن على الطبيعة. بالامتار. اذا بهالحاله شو اسوي؟ احول السنتيمتر المن؟ لا متر. الى متر. زين، شلون احول سنتيمتر الى متر؟ كل واحد متر، كل واحد متر ايش قد يساوي؟ 100 سنتيمتر. يساوي 100 سنتيمتر. سنتيمتر. كل واحد متر يساوي 100 سنتيمتر. لازم شو اسوي انا لكي احولها الى متر؟ اقسم هذا الرقم اللي هو 2000 متر، 2000 سنتيمتر، على من؟ على 100 سنتيمتر. متر. لازم احول المتر السنتيمتر الى متر، اقسم هذا الرقم شوفوه اللي هو 2000، لانه هسه عندي هذا واحد، هذا الواحد، هذا وين هذا؟ هذا على الخريطه. اريد شو قابل انا؟ اريد يقابل على الطبيعه، اللي عندي على الطبيعه هنا بمن؟ بالسنتيمترات. اريد اخليه يقرا بمن؟ بالامتار. شلون احوله؟ اقول كل واحد متر يساوي 100 سنتيمتر، متر اجزاء ايش قد؟ اجزاء سنتيمتر، يعني الواحد متر جزءه 100 سنتيمتر، حتى انا احول السنتيمتر الى متر، اذا اقسم هذا الرقم اللي هو على الخريطه على الطبيعه 2000، اقسمه على من؟ على 100. ليش اقسمه على 100؟ لان كل واحد متر يساوي 100 سنتيمتر. كل واحد متر، هذا كل واحد
متر، خلينا نخليكم اياه بالاحمر، كل واحد متر هذا يساوي اجزاء القيد 100 سنتيمتر. بالحاله شو اسوي؟ شو اسوي؟ اذا اقول خلينا نقول اذا هنا، اذا 2000 سنتيمتر تقسيم سنتيمتر تقسيم ايش قد؟ تقسيم 100 سنتيمتر ايش قد يطلع؟ يطلع 20 على الطبيعه، يطلع 20 متر. 20 متر يطلع. قسمت ال 2000 سنتيمتر اللي هذا، شوفوا هذا الرقم هذا، قسمت على 100. ليش قسمت هذا؟ لان اريده بالمتر، يقرا لي بالمتر. هو هذا بالسنتيمتر هسه، يعني كل واحد سنتيمتر على الخريطه يقدر يقابلها على الطبيعه، 2000 سنتيمتر. انا اريد اخلي ال 2000 بالمتر، شو اسوي حتى احولها الى المتر؟ اقسمها على 100. ليش اقسمها على 100؟ لان كل واحد متر ايش قد يساوي؟ يساوي 100 سنتيمتر. اذا اقسم هذا الرقم اللي هو 2000 تقسيم 100 لمية، يصير 20 سنتيمتر. لا، 20 متر. 20 متر. يصير 20 متر على اليمن، على الطبيعة. كل واحد سنتيمتر على الطبيعة. زين، هسه لرسم المقياس الخط الدقيق نستخدم هاي المعادلة. حتى الرسمة لازم نتبع هاي الخطوات. هاي شوفوها، هذه عدد الأقسام الفرعية للمقياس الدقيق يساوي قيمة وحدة المقياس البسيط تقسيم دقة المقياس المطلوبة، أي أن عدد الأقسام الفرعية للمقياس الدقيق هي 20 متر، لأن حولتها أنا. عدد الأقسام الفرعية للمقياس الدقيق جقد 20 متر، نقسمها إلى 1 متر يصير 20 قسم، يعني أحول المقياس إلى 20 قسم. شلون عرفت 20 قسم؟ اللي طلعتها منه، شوفوها هذا الرقم، شوفونه لو لا؟ هذا. نعم دكتور. شو هذا؟ مين طلعته؟ طلعته من خلال تقسيم 2000 سنتيمتر على 100 سنتيمتر اللي هي اجزاء المتر، صار 20 متر طلع عندي. هذا ال 20 متر شلون ارسمه حتى اقسم اقسام المقياس الشبكي؟ اقول 20 متر هذا تقسيم 1 متر، لان انا اريده هذا 1 متر. هاي ها شوفوا، هاي قلت لكم بالبدايه، ضوعوا لي هذه دقه 1 متر، دقته 1 متر، فقسم 20 متر على 1 متر يطلع لي 20 قسم، يعني ارسم 20 قسم، كل قسم قد 1 سنتيمتر، كل قسم قد 1 سنتيمتر، 20 سنتيمتر مقسم الى 20 جزء، كل 20 جزء، كل جزء قد؟ كل جزء ايش قد؟ 1 سنتيمتر. 1 متر. لك بابا 1 سنتيمتر، شنو 1 متر؟ سنتيمتر. نعم دكتور، 1 سنتيمتر. زين، هنا طبعا احنا ما يمكن تقسيم، ما نقدر نقسم وحدة القياس البسيط طولها 1 سنتيمتر الى 20 قسم. شو نسوي؟ نختار ان يكون عدد اجزاء المقياس الدقيق 4 اجزاء فقط. اخي بس. وبالتالي
وبالتالي فإن دقة المقياس الخطي ستساوي دقة المقياس البسيط تقسيم عدد الأقسام اللي هي 20 تقسيم 4 يساوي 5 أمتار. يساوي 5 أمتار. هسا واحد يقول لي من طلعت انت هاي 5 أمتار؟ شلون جبتها؟ أنا افترضت أنه راح أقسمها على 4، 4 أجزاء، ما أقدر أقسمها على 20 جزء. ما أقدر أقسم 20 جزء بالمسطرة على الورقة. راح يصير كبير، وين أكو؟ هاي الورقة كلها الـ A4 30. ما راح تترك لي مجال. شلون أسوي مقياس كبرى 30؟ حتى أقلل هذا المقياس. حتى أقلل هذا المقياس، شو أسوي؟ أقسمه على من؟ على 4. 4، ومرات ما أريد أقسمها 4، أريد أقسمها على 5. تطلع إيش قد؟ إذا قسم 20 تقسيم 5 قد؟ 4. 4 متر. وإذا أريد أقسم 20 تقسيم 4 أمتار أجزاء يطلع لي 5 متر. بكيفك أنت؟ 5 متر. بكيفك، إحنا قسمناها ساعة 4. يعني من عندنا هذا. حتى نقلل المقياس. 20 تقسيم 4 يساوي 5 متر. طبعا احنا بحاجة الى ان تكون الدقة يعني دقة المقياس كبيرة لتصبح 1 متر وليس 5 متر. زين، شو نسوي بالحالة؟ نقول عدد المستويات الرأسية يعني الخطوط العرضية يساوي دقة المقياس لخطي الدقيق تقسيم دقة المقياس الشبكي المطلوب، أي أنه عدد المستويات الرئيسية 5 متر تقسيم 1 يساوي 5 مستويات رئيسية. ثم نقوم برسم 5 مقاييس بسيطة ودقيقة وبصورة علوية فوق الآخر، يعني واحد فوق الثاني، وبالتالي تكون الأقسام الصغيرة لمقياس 20 جزء موزعة على 5 أجزاء رئيسية. ليش 5 أجزاء؟ لأن قلت لكم أنا قسمنا 20 تقسيم 4 طلعت عندي 5. زين، إذا كان المقياس الخطي مقسما إلى سنتيمترات فإن ذيل المقياس هذا مقسم إلى مليمترات. هسا هذا شوفوا، هذه الأربعة أجزاء 1 2 3 4 اللي قسمناها، مقسمنا 20 تقسيم 4 يقطلع عندي طلع عندي 5 أمتار. يعني كل واحد من ذني قد قيمته، كل مربع قد قيمته، كل مربع قيمته 5 أمتار. لاني 4 1 2 3 4 4 اجزاء، كل جزء ايش قد قيمته؟ 5 امتار. 5 امتار. 5 امتار. قيمته متر دكتور. زين، هذا هو شوفون هنا، وهذا ذيل المقياس اللي لو يكون على اليمين لو يكون على اليسار مقسم الى اجزاء السنتيمتر اللي هي شنو؟ اللي هي المليمتر. طبعا هذا المقياس يكون العكس، يعني يبدي هنا 0 هنا 1 هنا 2 هنا 3 وهكذا، او ناخذ 5 5 5 10 15 20 25. يعني هنا 0 هنا 5 هنا 5 هنا 10 هنا 10 هنا 20 هنا 20 15 هنا 20 هنا 20 هنا 25 وهكذا، يعني عكس المطلب. هذا شوفوا شلون، هذا او نقسم 2 2 او 1 1 او 3 3 بكيفنا. زين، خلينا ناخذ لكم مواصفات المقياس الشبكي. مواصفات المقياس الشبكي. رقم 1، لنفترض ان مقياس طوله 10 سنتيمتر. لنفترض ان مقياس طوله ايش قد؟ 10
سنتيمتر وعرضة 3 سنتيمتر، يعني مثل هذا المقياس طوله 10 فرضيا، طوله 10 هذا الطول 10 والعرض هذا ايش قد 3 سنتيمتر. نقسم العرض هذا، هذا نقسمه الى 10 اجزاء، هذا هسه مقسم الى 10 اجزاء. نعم هسه احنا هذا هذا ماخذينه 7 اجزاء او ماخذينه 8 اجزاء، هذا ماخذينه 8 اجزاء، لا انا مثلا اريد اخذ 10 اجزاء مثلا. مستطيل طوله 10 سنتيمتر، عرضه هذا العرض هذا الطول 10 هذا 10 سنتيمتر، والعرض يقيد هذا العرض 3 سنتيمتر. العرض هذا مقسم الى اجزاء، كل جزء الى 10 اجزاء، هذا مقسم الى 10 اجزاء، كل جزء من هذه الاجزاء يقيد 3 مليمتر. تذكرون المقياس اللي اعطيتكم اياه الشبكه؟ نعم دكتور. اي بس ذاك الشبكه مو مقياس رسم، بس انا بنيته على هذا الجانب. زين هذا رقم واحد. هسه مواصفات المقياس الشبكي، لنفترض انه مقياس طوله 10 سنتيمتر، مستطيل طوله 10 سنتيمتر، طول ماله 10 سنتيمتر، العرض ماله 3 سنتيمتر. نقسم العرض هذا، نقسم هذا العرض الى 10 اقسام. 10 اقسام. هذا العرض هذا شوفوه، هذا العرض اللي مأشر عليه هذا مقسمه الى 10 اجزاء، كل جزء من ذني ايش قد؟ 1 سنتيمتر. 3 مليمتر. 3 ملم. كل جزء من ذني 3 مليمتر. زين. رقم 2، نقسم الطول الى 5 اقسام. نقسم الطول، هذا الطول هذا الطول هذا شوفوا، نقسمه الى 5 اقسام، كل قسم منها ايش قد؟ 2 سنتيمتر. ونرسم منها مستقيمات تقسم المستطيل بالعرض الى 5 اقسام، ثم نعتبر الاجزاء الاربعه اليمنى اساسا والجزء الاخير زين. هسه ارسمها لكم هنا قدامكم. زين يقسم عرض ذيل المقياس الذي اصبح مستطيلا طول 3 سنتيمتر وعرض 2 الى 10 اجزاء، كل جزء منها 2 ملم. لأنه السنتيمتر كم ملم؟ سنتيمتر كم ملم؟ 10 مليمات. 10 مليمات. زين خلينا نشوف شلون الرسمه. هسه راح نرسمه هنا، هسه راح ارسمه قدامكم، انا ما راح احفظه بس راح نرسمه هنا. هسه يمكم المحاضره، المحاضره يمكم مكتوبه ايش قد طول المقياس، ايش قد طول ايش اسمه هذا، قلنا ايش قد نفرض طوله؟ طول 10 سنتيمتر. هاي نفرض هذا 10 سنتيمتر، واضح؟ شوفونا لو لا؟ نعم دكتور. هذا 10 سنتيمتر مقسم الى كم جزء؟ لا. 5 اجزاء. اقروا لي بابا، اقروا لي رقم واحد، شنو مكتوب؟ هذا يقسم 5 اجزاء. طوله 10 سنتيمتر. هذا 10 سنتيمتر مقسم. قسم العرض 10 اقسام. هذا واحد. هذا 2. 3. 1 2 3 وهذا 4. واضح ولا لا؟ واضح. نبدي نكتب منا هذا، خلينا نكتب منا هذا. شوفوا. هذا نخلي له صفر، وهذا ايش قد؟ واحد. هذا هنا واحد، هذا هنا الثاني 2 دكتور. عفوا 2. لا 2 بابا 2. هذا 3 4 هذا
خمسة. ايش قد صار عندنا؟ خمسة اجزاء. خمس اجزاء. زين خلينا نشوف شنو بعد مطلب. مستطيل طوله عشرة سنتيمتر وعرضه قد 3 سنتيمتر. نقسم العرض الى 10 اقسام متساويه. هذا شوفوا هذا العرض نقسمه ايش قد؟ 10 اجزاء. نقسمه الى 10 اقسام متساويه. كل قسم ايش قد؟ 3 ملليمتر. يعني هسه احنا مو دقيقين قاعد ارسم انا بالهذا. شوف هذا واحد، اثنين ما رسم، اثنين ثلاثة أربعة ما قاعد تجي. المهم هسه انا ما عندي مصدر انا وقيسه، كان هذا الرسام يتعب شويه. هسه هذا واضح هذا ايش قد؟ هذا 10 سنتيمتر قسمناه الى 5 اجزاء، 10 تقسيم 4 5، كل جزء ايش قد؟ هاي مسافته كل جزء قد هذا. شوفوا هذا الرسم هنا، هذا الرسم كل جزء قد مسافته؟ 3 ملم. لا 3 ملم. لا 3 سنتيمتر. مستطيل طوله 10 سنتيمتر والعرض ماله، وهذا العرض قد؟ هذا العرض 3 سنتيمتر. يعني هذا الطول 10 والعرض قد 3 سنتيمتر. زين 3 سنتيمتر مقسم الى اجزاء متساويه، اللي هو العرض مقسم الى اجزاء متساويه 10 اجزاء. هذا مقسم الى 10 اجزاء، كل جزء من هذا يقد 3 ملم. فهمتوها هسه ولا؟ نعم دكتور. زين شنو عندنا بعد؟ نقسم الطول الى 5 اقسام. هذا 5 اقسام، هذا 5 اقسام، كل قسم من ذني ايش قد ياخذ؟ 2 سنتيمتر. كل جزء من ذني ياخذ 2 سنتيمتر. يعني انا اعطيك اياه هذا، انا اقول لك هيك، يعني اقول لك انه كل جزء 2 سنتيمتر. هذا مقسم الى 5 اجزاء، كل جزء من ذني هو 2 سنتيمتر. زين هذه الاجزاء هنا ذيل المقياس، شوفوا هيك هيك يكون الرسم ماله، بس هنا ما قاعد يرسم. باوع شوف شلون اجيب هنا، باوع ولا لا؟ نعم دكتور منا. والثاني يجي منا، يكون بشكل يعني يكون بشكل مائل، او نجيبه منا من الصفر. هاي منا، هاي فوق الصفر. الجوال قد هنا هسه، هذا الخط هذا جاي من الصفر. الجوال قد؟ لا جوال واحد. ويبدي يبدي النوب واحد. ايش قد جواه؟ 2. ويبدي 3. ايش قد جواه؟ 4. ويبدي 5 من فوق. ايش قد جواه؟ 6. وهكذا 6 لما نوصل الى 10 هنا. هذا الزيل، والزيل مقسم الى 10 اجزاء. هذه مقسم، هذا الزيل شوفوا مقسم الى 10 اجزاء، كل جزء من عنده 3 ملليمتر. زين هنا
يقسم عرض الذيل اللي طوله 3 سنتيمتر وعرضه 2 او 2 سنتيمتر الى 10 اجزاء، عفوا كل جزء معده 2 ملم باعتبار انه 10 نعم 2 ملم، تقسيم 10 تقسيم 5 يصير 2 ملم، لان عندنا احنا 5 نقسمها على 10 اجزاء يصير 2 ملم، نقسمها الى 2 ملم حتى يكون يعني نقدر نقسمها الى 1 1 ونقدر نقسمها الى 2 2 ونقدر نقسمها الى 3 3 كيف نحن. اذا تريد دقه قويه نقسمها الى 1 1، اذا تريد الدقه اقل نقسمها الى 2، الدقه اقل نقسمها الى 3. واضح؟ نعم دكتور. وين هو؟ واضح دكتور. وين اللي نقسم الذيل؟ وين هذا؟ هذا هذا اللي هو نقسمه الى 1 1 ملم او نقسمه الى 2 ملم او نقسمه الى 3 ملم حسب الدقه اللي احنا نريدها. زين، بعدين نصل بين التقسيمات المحدده من اعلى واسفل، ويتدرج من صفر الى الاعلى، واسفل الصفر قد ياخذ، مو صفر قد ياخذ، ياخذ واحد. واحد نعم ياخذ واحد, واحد. يعني اي واحد. يعني شوفوا هذا، شوفوا سهل، هذا منا، هذا منا صفر، هذا صفر. زين، من اي تقسم اثنين هنا ملي هنا قد ياخذ الجوه واحد. واحد. واذا هنا واحد الجوه قد ياخذ اثنين، واذا فوق ثلاثه قد ياخذ الجوه اربعه، وهكذا اربعه. واضح؟ منا لما نوصل لهذا الخط اللي يكون 10. زين، يشكل الحد الاعلى للمقياس الشبكي مقياسا خطيا. هذا شوفوا، هذا الحد الاعلى اللي هو هذا راسمينه، هذا هذا الحد الاعلى، هذا هذا يسمونه مقياس خطي المدرج به الان، 1 2 3 4 5 6، هذا يسمونه مقياس الخطي، الصفة الخطية، القياس اللي ياخذ الصفة الخطية. زين، تتم قراءة المسافات الصغيرة الأقل من المسافات المليمترية اللي يحويها الحد الأعلى لذيل المقياس اللي هي أجزاء السنتيمتر. يعني مثلا إذا واحد مليمتر على الخريطة يقابله واحد متر على الطبيعة مثلا، هذا بالذيل حتى نطلع الدقة العالية المتناهية. زين، خلينا نشوف طريقة استخدام المقياس الشبكي. طريقة استخدام المقياس الشبكي، خلينا نشوف شلون طريقته. اذا اردنا قياس مسافة معينة، يعني مسافة ما، يعني اي مسافة على الخريطة، ومعرفة ما يقابلها بدقة على الطبيعة، نأخذ فرجار، يعني فرجال هو يسمونه باللغة العربية فرجار، نأخذ فرجار ذا رأسيني، يعني الرأسين شنو يعني؟ رأسين مدببين، مو شايفين لولا ما بي قلم. ذا رأسين أو مسطرة أو مسطرة، ونفتح الفرجار مع الحفاظ على نفس الفتحة، ونضعه على أساس المقياس، فإن لم يتطابق مع تدريجاته جعلناه الزيادة، أو جعلنا الزيادة على ذيل المقياس. فإن لم يتطابق طرف الفرجار تماما مع إحدى تدريجات الذيل، نقوم بوضع الفرجار على الأسطر الأفقية الموازية للحد الأعلى حتى ينطبق طرف الفرجار الأيسر على تقاطع أحد الأسطر الأفقية مع أحد الخطوط المائلة. خلينا نشوف بالله. هسه راح أسوي لك أنا مثال ونشوف شنو يقصد به. هذا المثال اثنين. مثال رقم اثنين. يقول
يقول صمم مقياس رسم شبكي 1 إلى 2000، يقرأ 1 متر. صمم مقياس رسم شبكي 1 إلى 2000، طبعا يصير بهاي النوع ويصير كسر، نفس الكسر يعني، يقرأ 1 متر. الحل: نحول مقياس الرسم 1 إلى 2000 إلى مقياس كتابي كالآتي: كل 1 سنتيمتر على الخريطة قد يمثل 2000 سنتيمتر على الطبيعة. مش رحت لكم قبل قليلة بذاك المقياس، ذاك المثال، مش رحت لكم؟ نعم. كل 1 سنتيمتر على الخريطة قد يقابل على الطبيعة 2000 سنتيمتر. يعني هذا ينكتب بهاي الطريقة وينكتب بهاي الطريقة، شوفوا. نعم دكتور. شوفوا نفس الشيء، هذا نفس هذا، هذا نفس هذا، واضح؟ نعم دكتور. واضح دكتور. كل 1 سنتيمتر على الخريطة هذا قد يقابل على الطبيعة 2000 سنتيمتر. زين. 2000. أنا أريد أحول. اريد احول السنتيمتر الى متر، شو اسوي له؟ اقسم. اقسم على من؟ اقسم على 100. اقسم. ليش اقسم على 100؟ ليش اقسم على 100؟ اقسم واحد متر، لان كل 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. كل 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. إذا أقسم حتى يكون بالمتر، أقسم 2000 على 100 يصير 20 متر. إذا بالحالة سوى تاني، أقول كل 1 سنتيمتر على الخريطة قد يمثل على الطبيعة 20 متر. قبل قليل بالمثال كان كل 1 سنتيمتر على الخريطة قد يمثل بالطبيعة 2000 سنتيمتر. بالمثال كل 1 سنتيمتر على الخريطة يمثل 2000 على الطبيعة. هسا أنا أريد أحوله، لأن أقيس بالأمتار، أضرب أقسمه على 100، باعتبار أن كل 1 متر يساوي 100 سنتيمتر، قسم 2000 على 100 يطلع لي 20 متر. وبالحالة شو أقول؟ أقول أن كل 1 سنتيمتر على الخريطة قد يمثله 20 متر على الطبيعة. كانت بالسنتيمتر حولتها إلى متر، كانت 1 سنتيمتر تمثل 2000 سنتيمتر على الطبيعة، هسه حولته صار كل 1 سنتيمتر على الخريطة يمثله 20 متر. وين؟ على الطبيعة. نجي هنا يقول نرسم بعد ذلك خط بطول مناسب وليكن 6. بكيفنا مساحة رسمناه قد؟ مساحة رسمناه 10، مو صحيح لو لا؟ نعم دكتور. هسه اريد ان نرسمه ب6، انت رسمه ب4 بكيفكم. نرسم خط بطول 6 سنتيمتر، ويمكن أن يكون أكثر أو أقل، ممكن أن يكون 8، ممكن أن يكون 4. زين، نترك على الضوء هذا. يعني إذا أجيب لك أنا مثال أو مسألة أقول لك حول، أو أقول لك مثلا صمم مقياس رسم شبكي 1 إلى 4000 يقرأ بالمتر. صمم مقياس رسم شبكي 1 إلى 4000، مو 2000، 4000. شو تقول لي أنت؟ تقول نحول مقياس الرسم اللي هو 1 سنتيمتر لكل 4000 سنتيمتر على الطبيعة، نحوله إلى الأمتار، وذلك بقسمته على 100. لماذا؟ لأن كل 1 متر يتعرض 100 سنتيمتر. إذن 4000 تقسيم 100 يصير 40. يطلع 40. يصير 40 متر. واضح ولا لا؟ نفس المسألة بالضبط. نعم. فمن أطلعها أرسم أنا خط بطول 4، بطول 6، بطول 8، بطول 10، بكيفي. المهم القياسات صحيحة. فأنا أقول نرسم خط بطول 6 سنتيمتر، ويمكن يكون أكثر يمكن أقل. نترك القسم الأول على اليمين أو على اليسار، شو نسميه؟ إذا تركنا الجزء اليمين أو اليسار بعد ما قسمنا، شو نطلق عليه هذا الجزء؟ ذيل المقياس. هذا شوفوا، هذا شوفوا، هذا ذيل المقياس، هذا ذيل المقياس. نعم نعم دكتور. نعم دكتور. زين، نبدأ بالصفر
فيكون السنتيمتر الأول في الطبيعة، ثم 20، ثم 40، ثم 60، ثم 100. احنا مو قسمناه 6 أجزاء؟ مو قسمناه 6 أجزاء لو لا؟ نعم دكتور قسمناه. قسمناه 6. ايش قد طلعت عندنا بالمتر؟ ايش قد طلعت عندنا الأمتار؟ 3 سنتيمتر؟ لا، المتر اللي طلعناه بالمسألة اللي هي كل واحد سنتيمتر بالخريطة يقابل 2000 سنتيمتر بالطبيعة، أريد أحوله إلى أمتار، قسمته على 100، إيش قد طلع عندي؟ 20 متر. طلع عندي 20 متر. فأنا قسم 20 متر. أنا قسم 6 أجزاء، كل جزء قد أعطيه؟ كل جزء قد أعطيه؟ أعطيه 20. 20 والجزء الثاني؟ 40 والجزء الثالث، والجزء الثالث 60، والجزء الرابع 80، والجزء الاخير 100، او اقسمها هكذا 100، او اقسمها هكذا 2 4 6 8 10 8. من اقول 2 4 معناه 2 قد يساوي 20 متر. اذا اقول 2 4 6 8 معناه كل 2 يصير 20، كل 4 يعني 40. واذا لا اريد اخليها مثل ما هي، اقول 20 40 60 80 100، اقص اي منها اذا فهمتوا شيء. لا لا فهمنا دكتور، فهمناها دكتور، فهمنا دكتور. زين، اذا تريدون اعيده هسه قبل لا انتقل الى المقياس الزمني. دكتور واضح. زين. دكتور واضح. ناخذ الآن المقياس الزمني. المقياس الزمني هو عبارة عن مقياس فكرته تقام على مقارنة وحدات قياس المسافات على الطبيعة مع وحدات الزمن، يعني متر أو كيلومتر ويقابله ساعة أو دقيقة. واضح؟ نعم دكتور. يعني زمن كيلومتر مسافة يقابل اللي هو زمن الوحدة الزمنية اللي هي ساعة، أو أجزاء الساعة اللي هي شنو؟ دقيقة. يتكون المقياس الزمني من مقياسين، رسم أحدهما لقراءة المسافات على الطبيعة، والآخر مخصص للزمن الذي يتطلبه قطع المسافة ويكون مدرجا بالدقائق او الساعات. واضح ولا لا؟ المقياس الزمني هو عباره عن مقياس فكرته تقوم على وحدات قياس المسافات على الطبيعه مع وحدات زمنيه، يعني انت تقطع المسافه 100 كيلو متر بشقد ساعه او دقيقه. وصلت الفكرة؟ نعم دكتور. الفكرة وصلت؟ زين. دكتور والله عيسى. طبعا هنا هذا السؤال. المقياس الزمني هو عبارة عن مقياس فكرته تقوم على رسم مقياس يقيس المسافة على الطبيعة ويقابل المقياس بالمسافة بالدقائق أو الساعات. يعني مثلا كم من المسافة أنت قطعته، راح نأخذ عليها المسائل بعدين، كم من المسائل أو كم من المسافة قطعته 10 كيلومتر، إيش قد استغرقت في قطع هذه المسافة. واضحة؟ دقيقة. طبعا هو هذا المقياس دور كبير. ناخذ مثال خريطة مقياسها واحد الى 40,000، يسير عليها رحالة بسرعة 5 كيلومتر بالساعة، المطلوب رسم مقياس زمني. زمني. زين، خريطة مقياسها قد 1 إلى 400,000،
واحد إلى 400,000، ما معناه كل واحد سنتيمتر على الخريطة يقابل 400 سنتيمتر على اليمن. الطبيعة. الطبيعة. هذا 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 المقياس، هذا الرقم شنو معناه؟ معناه كل واحد، هذا كل واحد على الخريطة سنتيمتر على الخريطة يقدر يقابل على الطبيعة 400,000. زين. 100,000. 400,000. خريطة مقياسها 1 إلى 400,000 يسير عليها رحالة بسرعة 5 كيلومتر بالساعة. المطلوب رسم مقياسها الزمني الحل. كل 1 كيلومتر يساوي 100,000 سنتيمتر. واضح ولا لا؟ واضح. هسه كل 1 متر قد يساوي سنتيمتر؟ 100. دكتور سؤال. نعم. 100,000. 10 متر؟ كل 1 كيلومتر يساوي 100,000 سنتيمتر. كل 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. هذه أجزاء المسافة. كل 1 كيلومتر قد يساوي سنتيمتر؟ 100,000. كل 1 كيلومتر يساوي 100,000 سنتيمتر. كل 1 متر يساوي 100 سنتيمتر. كل 1 كيلومتر يساوي 1,000 متر. مفهومة لو لا؟ تحفظوها، لازم تحفظوها هذه. نعم دكتور، واضحة. إذن نحول الكيلومتر إلى سنتيمتر. شلون نحوله؟ نقسم 400,000 على 100,000 يقدر يطلع 4 كيلومتر على الطبيعة. مفهوم لو لا؟ 4 كيلو على الطبيعة. إيه، عندي أنا هذه بالسنتيمتر. وطبعا اذا الطبيعه ما قيسها بالسنتيمتر، انت شايفتك واحد يقيس المسافه بين البصره وبين بين العماره، ياخذ له مسطره ويقيس المسافه يصير؟ لا لا ما يصير. ينقيسها بمن المسافه؟ بمن نقيس المسافه؟ نقيسها بالكيلو. فاذا انا اريد على الطبيعه اقيسها بالكيلومتر، هذه الساعه اقيسها بالكيلومتر، لازم احول هذه، شوفوها، هذه اللي هي مقابل على الطبيعة بالسنتيمترات أحولها إلى كيلومترات. من أريد أحولها الكيلومترات شو أسويها؟ أقسمها على أجزاء الكيلومتر، أقسمها على أجزاء الكيلومتر اللي هو 1 كيلومتر، باعتبار أن كل 1 كيلومتر يساوي 100,000 سنتيمتر. بهذه الحالة أقول بأنه كل واحد، أو أقول أن 1 سنتيمتر على الخريطة أقسمه 400,000 على 100,000 يساوي 4 كيلومتر. ما معناه أن كل 1 سنتيمتر على الخريطة تمثل 4 كيلومتر على من؟ الطبيعة. 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 حولت هذا 400,000، هذا شوفون أنتم ظللي؟ نعم. هذا 400,000 حولته من سنتيمتر اللي هو على الخريطة على الطبيعة، حولته من سنتيمتر إلى كيلومتر بقسمته على من؟ على 100,000. صار 4 كيلومتر. زين، بما أن الساعة قد تساوي 60 دقيقة نقسمها على 5، هاي 5 كيلومتر إيش قد صارت؟ صارت 12 دقيقة. إذن يقطع المسافة بإيش قد؟ 12 دقيقة. واضحه لو لا؟ لو نعيد. نعم دكتور. واضحه لو نعيد؟ نعم دكتور. نعيدها. ولك بابا بس كلموني نعيدها لو واضحه. اي دكتور عيدها. نعيدها دكتور، بس مالنا 400,000. هسه اوضحها لك، وانا قلت لكم منتجون ان شاء الله يوم الاحد نخصص لنا نص ساعه لاعاده هذه المساله وضوحا على شو اسمه هذه الصبوره. واضح؟ عندك. عندنا المقياس الزمني. المقياس الزمني الفكره مالته تقوم على انه كم من المسافه نقطعها على الارض وتعادلها بالزمن. واضح لو لا؟ نعم عندك. يعني كم من المسافه، كم من المسافه بالكيلومتر
نقطعها بالدقائق أو الساعات. وأنا من أجل راح أعطيكم هواي عليها أمثلة. زين واضح حسن فكاي؟ كم من المسافة كم من المسافة بالكيلومترات نقطعها بمن؟ بالدقائق أو الساعات. زين خلنا نأخذ مثال. خريطة بمقياس 1 إلى 400 ألف. هاي 400 ألف شنو سنتيمتر؟ وهذا الواحد هم سنتيمتر. خلنا أكتب لك عليه سنتيمتر. هي ما تنكتب بس أكتب لك عليه حتى تعرفوا إنه هذا سنتيمتر. خريطة مقياسها 1 سنتيمتر إلى 400 ألف سنتيمتر. شنو معنى هذا؟ معنى هذا كل 1 سنتيمتر على الخريطة يقدر يقابله يساوي 100 ألف. يقابله 400 ألف سنتيمتر وين؟ 200 ألف. 400 سنتيمتر وين؟ 400 ألف وين؟ على الخريطة على الطبيعة. يسير عليها رحالة بسرعة، يعني رحالة واحد يمشي. يسير عليها رحالة بسرعة 5 كيلو على الساعة، يعني ريدي قد يقطع المسافة 5 كيلو. زين المطلوب رسم مقياس زمني. نجي للحل، خلينا نشوف شلون نحل هذه بالله. انا اعطيك مثل هيك مثل هذا واقول لك حلها لي. اول بداية انه المسافة نقيسها على الطبيعة بالكيلومتر لو بالسنتيمتر. بالكيلومتر. طبيعة. بالحالة شو اسوي انا؟ احول السنتيمتر من السنتيمتر الى كيلومتر. شلون احوله؟ ان كل واحد كيلومتر ايش قد يساوي؟ يساوي 100 ألف. 100 ألف سنتيمتر. 100 ألف. نعم دكتور 100 ألف. ايه كل واحد كيلومتر يساوي 100 ألف سنتيمتر. لان هنا عندي انا سنتيمتر. هنا بالمثال كل واحد سنتيمتر على الخريطة يقابلها 400 ألف سنتيمتر على الطبيعة. بس الطبيعة انا اريد اقربها للكيلومتر لان اقيس بالكيلومترات، فاحول السنتيمتر الى الكيلومتر وذلك بقسمته على 100 سنتيمتر. 100 ألف سنتيمتر. ليش 100 ألف؟ لأن كل واحد كيلومتر يساوي 100 ألف سنتيمتر. أجزاء الكيلومتر فقسمها على أجزاء الكيلومتر. أقسم 400 ألف هذا على الخريطة على الطبيعة بالسنتيمتر، أقسمها على 100 ألف يطلع لي 4 كيلومتر على الطبيعة. يطلع لي 4 كيلومتر على اليمن على الطبيعة. على الطبيعة. زين انا عندي الساعة قد تساوي دقيقة 60 دقيقة. زين انا اريد اشوف هاي المسافة، مو هذه 4 انا طلعتها بكيلومتر، هسه 4 طلعت لي انا. اريد اطلع منطوق السؤال اللي هو 5 كيلومتر. شو اسوي؟ اقسم 60 دقيقة اللي هو جزء الساعة عليها من اقسمها على 5 كيلومترات. على 5 كيلومترات. فقد تطلع لي المسافة اللي 12 دقيقة. تطلع لي 12 دقيقة. دقيقة. وايد معي دقيقة مو بالسيارة. يا دكتور شيني ماشي؟ إيه ماشي. ماشي ماشي. ماشي. أو بسرعة محددة. يعني هسه 6 كيلومتر قد تقطعه؟ أنا أقطع الكيلومتر بدقيقتين او اقل. دكتور ياخذ 4 تقريبا 4 5. اي ماشي دكتور لو بالسيارة ماشي. لا ماشي ماشي حسب سرعتي. اي يعني ناخذ المتوسط. واضح دكتور. زين نجي الان الى وحدات القياس المقارن. القياس عندنا مقارن. قياس مقارن. احنا خذينا مقياس خطي، وخذينا مقياس كسري، وخذينا مقياس كتابي، وخذينا مقياس زمني، وخذينا مقياس شبكي، والان ناخذ المقياس المقارن. مقارن شنو معنى المقياس المقارن؟ هو مقياس يعتبر من المقاييس الخطية التي ترسم على الطريقة او على الخريطة. كل
وحدة يقابلها وحدة ثانية، يعني إذا نقيس بالكيلومترات ونريد نقيس بالميل، نرسم المقياس فوق بالكيلومتر وأسفل من عنده بالميل. مفهوم له لا؟ مفهوم دكتور. يعني دخلت سافر لكم له لا؟ دكتور ما فهمت. المقياس المقارن هو مقارنة بين مقياسين، يعني وحدات الكيلومتر وحدات الأميال. فأخلي المقياس يكون طبقتين، طبقة فوق مقاسة بالكيلومترات والطبقة الأسفل بالأميال. خلنا نأخذ المثال ونتعرف أكثر. خريطة مقياسها 1 إلى 500 ألف شنو سنتيمتر، هاي طبعا هذا هاي الأرقام كلها بالسنتيمترات. مقياس الكسري هو المقياس الذي يقرأ بالسنتيمترات. المقياس الكسري هو المقياس الذي يقرأ بمن؟ بالسنتيمتر. بالسنتيمتر. والخطي يقرأ بالكيلومتر. زين، خريطة مقياسها 1 إلى 500 ألف، المطلوب رسم مقياسها المقارن بحيث يقرأ 5 من وحدات الكيلومتر والمتر والميل. خريطة مقياسها 1 إلى 500 ألف سنتيمتر، ما معناه كل واحد سنتيمتر على الخريطة يقابل 500 ألف سنتيمتر وين؟ على الطبيعة. شنو المطلوب؟ المطلوب رسم مقياس للخريطة يكون مقارن يقرأ كل 5 من الوحدات، يعني أجزاء 5، بمن؟ بالكيلومتر والميل. بالكيلومتر والميل. احنا عندي كيلومتر وعندي ميل وعندي ميل بحري. زين، هسه وش يريد؟ يريد بالكيلومتر وبعد بمن؟ بالميل. 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 ناخذ بالنسبة للكيلومتر، هذا الحل. الحل بالنسبة للكيلومتر. هسه الحل الأول بالنسبة لمن؟ بالكيلومتر. لأن هو يريد عندي كيلومتر ويريد عندي ميل. زين، خلينا نشوف. نكتب أول بداية بالنسبة للكيلومتر. هو يريد يقرأ بالكيلومتر هذا وبالميل. الحل بالنسبة للكيلومتر، كل واحد سنتيمتر على الخريطة ايش قد يمثل على الطبيعة؟ 500 ألف. كل واحد سنتيمتر على الخريطة يقابل 500 ألف سنتيمتر على الطبيعة. إذن كل واحد سنتيمتر على الطبيعة. إذن كل واحد سنتيمتر يساوي 5 كيلومتر. شلون يساوي 5 كيلومتر؟ لأن قسمنا 500 ألف على 100 ألف يقطع عندي 5 كيلومتر. لأن إحنا قلنا قياس المسافة، قياس المسافة على الطبيعة نحولها من سنتيمتر إلى كيلومتر، لأن ماكو قياس بالطبيعة يقاس بالسنتيمتر. نعم دكتور. هسه واضحة هاي؟ واضحة. إذا طلعنا الآن القياس الأول بالكيلومتر يقد 5 كيلومتر. طلع عندي 5 كيلومتر. هذه واضحة لو مو واضحة؟ واضحة دكتور. واضحة دكتور. سهلة لو نعيدها. سهلة لو نعيدها. سهلة سهلة. زين، بالنسبة للميل، هسه احنا اخذنا وراد بمن؟ راد بالميل وراد بالكيلومتر، مو صحيح لو لا؟ نعم دكتور. اخذنا نعم دكتور. اخذنا هذا، اخذنا بالكيلومتر وطلعنا 5 كيلومتر طلع عندي المسافة، ما معناه كل واحد سنتيمتر على الخريطة يقابله 5 كيلومتر على اليمين؟ طبيعي. على الطبيعة. لا طبيعي. زين، بالنسبة للميل، كل واحد ميل، كل واحد ميل يساوي 63,360 بوصة. هذا قانون ثابت. شلون بالكيلومتر؟ كل واحد كيلومتر يساوي 100,000 سنتيمتر، قانون ثابت. إذا بالميل، كل واحد ميل يساوي 63,360 بوصة. واضحة هاي لو مو واضحة؟ واضحة دكتور. هذا قانون ثابت ما يتغير. كل واحد دكتور ميل، كل واحد ميل يساوي 63,360 بوصة.
لا احد بوصة حتى احول الميل او البوصة الى ميل. شقسم اقسم 500 الف تقسيم 63 1360 يطلع عندي 7.8 ميل. دكتور هاي 500 الف هاي سنتيمتر مو؟ اي هذا شوف هذا انا منطقي هنا منطق السؤال. اريد من عندك الاول هذا اول مره بالكيلومتر هذا سوي لي اياها بالكيلومتر والمره الثانيه تقراها الي بمن؟ بالميل. بالميل واضح؟ فمن كيلومتر من كيلومتر اذا اريد اطلعها بالكيلومتر اقسمها على 100 الف لان كل واحد كيلومتر هذا كل واحد كيلومتر او كل سنتيمتر واحد تعادل 500 الف سنتيمتر على الطبيعه. اذا كل واحد كيلومتر او كل واحد سنتيمتر على الخريطه يقابله 5 كيلومتر على الطبيعه. شلون 5 كيلومتر؟ قسمت ال 500 الف على 100 الف طلعت لي 5 كيلومتر هذا بالكيلومتر. اذا اريد احسبها بالميل احسب هذا منطوق السؤال بالميل. كل واحد ميل يساوي 63,360 بوصة. اذا واحد بوصة على الخريطة ايش قد يقابلها على الطبيعة؟ 7.8 ميل. ميل واضح؟ شلون طلعتها هذه 7.8 ميل؟ لان قسمت 500,000 ميل 500,000 بوصة على اجزاء الميل اللي هي 63,360 بوصة طلع عندني 7.8. واضحة لو لا؟ نعم واضحة دكتور. لو اعيدها واضحة لو اعيدها دكتور واضحة بس يعني نصير بالحاسبة نستخدم الحاسبة احسن شوي. اي منو قال لك انت تستخدم الحاسبة؟ طبعا كانت تستخدم ايدك. زين هسه راح اذا اقول لك ارسم لي هذا اذا اقول لك ارسم لي هذا شو يقول؟ يقول نفرض ان سين اذا اقول لك ارسم لي اياه سوي لي اياه رسم. نفرض ان السين يساوي بوصة وتساوي 5 ميل. سين بوصة تساوي 5 ميل. اذا سين اللي هي 5 بوصة او 5 ميل نقسمها على 7.8 ميل طلع عندي 0.64 انش. انش هذه بالمسطرة المقابلة للسنتيمتر تشوفونها لو لا؟ انت عندك بالسنتيمتر عندك بالمسطرة سنتيمتر وعندك انش. دكتور نعم بس هاي الخمسة ميل احنا وطلعناها 5 كيلومتر فوق الخمسة ميل منين اجت؟ هذه تفرضها فرضية انت فرضية من عندي. اي على غرارة طلعناها هنا شوفها شوف ولا لا؟ واضح دكتور. أيوة. انت تفرضها فرضية لان كيفك تفرضها 10 نعم تفرضها 6 لان انت راح تسوي المقياس الخط وانت راح تقسمه من تطلع لك عندك راح تقسم انه كل خمسة كل خمسة يساوي 0.64 زائد 0.64 يطلع 1.2 زائد 0.64 يطلع كذا زائد 0.64 يطلع كذا زائد 0.64 يطلع كذا دكتور بس مرخصته اجزاء واضحه هاي لو لا دكتور بس مرخصته نعم احنا قلنا الميل الى قانون ثابت يعني ايه؟ 63,360 ايه هسه هو مطيه فرضيه 5 ميل ايه يعني نزود الرقم 63,000 لو اذا ثابت لا انت اذا 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 غيرت هذه هنا سويها 8 مو 8 او يعني سويها 4 سويها 4 مثلا مكان الخمسة سويها 4 واضح؟ نعم قسم 4 على 7.8 هاي 7.8 ثابتة طلعناها يعني الفرضية من عندك بس هذا ثابت ولا تنسى انا قايل لكم من منطق السؤال يقرأ 5 من وحدات الكيلومتر والميل شوفوا فهمتني لو لا؟ عرفت يعني؟ إذا أقول لك يقرأ إذا أقول لك يقرأ تخلي لي الرقم هذا إذا ما أقول لك يقرأ بأجزاء أنت تخلي الرقم من عندك فرضية فرضية أي نعم واضح؟ بس ما دام أنا قايل لك ما دام أنا قايل لك يقرأ 5 من وحدات الكيلومتر والميل أنت تخليها ثابتة هنا بالكيلومتر أنت هم ارسمها
يقول نفرض ان سين تساوي 5 كيلو متر. اذا 5 تقسيم 5 قد واحد يطلع واحد تقسيم. واضح ولا لا؟ واضح. زين هذا الرقم اسمه انش، هذا بالانجات بالمسطرة اللي موجودة عندك، يعني تزود تسوي 5 اجزاء كل جزء 0.64، الجزء الثاني تزوده 0.64، الجزء الثالث تزوده 0.64، لما توصل 5 اجزاء قد يطلع الناتج. واضح لو ارسم هنا هيك اعلمك يعني. واضح دكتور. ها دكتور ارسمها ارسمها حتى تتوضح. ارسمها ارسمها دكتور والله. هاي ارسمها هنا. ماشي. طبعا هنا هي هذا انا اريد دكتور واضح يكون تخلونا عندنا عمل غادي في الجامعة. شنو بابا نخلي لك عملي؟ ها؟ هذا دكتور هي شوي هذه مهمة. مهمة؟ جغرافيا. هي دكتور شوي ما مستوى. يا بقى هذا الخط، شوفوا هذا الخط؟ شوفوا هذا الخط؟ هذا قد 5. ايش قد هذا؟ 5. خمسة. خمسة. طبعا انا ما قاعد اتحكم هنا، تقسمه الى 5 اجزاء. تقسمه الى 5 اجزاء. كل جزء 0.64 انج. يعني انت بالسنتيمتر تقسمه الى سنتيمتر. وبال تقسمه الى 1 سنتيمتر، مو طلعنا 1 تقسيم 5 تقسيم 5 يطلع 1 بالكيلومتر. بالكيلومتر مو فرضنا. إذا في ترسم بالكيلومتر نفرض أن سين كيلومتر يساوي 5. 5 تقسيم 5 هذا الناتج يطلع 1، يعني تقسم 5 أجزاء كل جزء 1 سنتيمتر. واضح له لا؟ نعم. هنا بالميل، بالميل تقسمه إلى 5 أجزاء. بس كل جزء قد ياخذ؟ 0.64. تخلي هنا، هنا ها شوف هنا تخلي 0.64. 64. هنا تقيس بالمسطرة، هم تحط المسطرة اكو بيها هذا الرقم، تخلي بيها 0.64. ثلاثة هنا تخلي مو 0.64، لا تقول فاصلة 0.64 زائد 0.64 يطلع الناتج برقم 2. ثلاثة 0.64 زائد الناتج طلعته باثنين يطلع هنا. واضح يعني شوية. دكتور نزود نزودها اي نعم، نزود بكل تحويلة 0.64 ونجمعها. لا ما تج... اي تجمع اي تجمع تجمعها مع قبلها. اي بالكيلومتر قد تزودها؟ كيلومتر تخلي 1 يعني المتر 5 ورقم 2 2 سنتيمتر 5 قد تصير 10 ورقم 3 سنتيمتر قد تصير 15. لما توصل للخمسة 25 يطلع الناتج 320. لا ما يطلع الناتج 305. شلون 325؟ لأن 64 على 5 أجزاء. ها بالضبط، هذا يعني 0.64. نعم دكتور. اي بالضبط. زين خلنا ناخذ مثال، مثال رقم 2. حول المقياس الكسر البياني 1 إلى مليون، 1 2 3 4 5 6 يعني مليون، إلى مقياس مقارن يقرأ لكل 10. مساء أنا قلت لك يقرأ لكل كيد. مساء لكل 5. كل 5 هسه زودتها يقرأ لكل كيد 10. 10 بالكيلومتر والميل، والميل البحري أريد بالكيلومتر والميل، والميل البحري. البحري. واضح له لا؟ واضح. أريدها تقرأ بالميل بالكيلومتر وتقرأ لي بالميل وتقرأ لي بالميل البحري. زين بالنسبة
بالنسبة للحال، الحال بالنسبة للكيلومتر، مو يريد ما عندي كيلومتر هذا، والنوب يريد ما عندي الميل، والنوب يريد عندي الميل البحري. البحري. اي بالنسبة للكيلومتر كل واحد سنتيمتر على الخريطة قد يمثل مليون على الطبيعة. وين المليون؟ هذا المليون منطق اياه، شوفوا هذا. نعم دكتور. هذا شنو معناه؟ معناه كل واحد سنتيمتر على الخريطة يقابل مليون سنتيمتر على اليمين. طبيعي. زين انا ما اريد بالسنتيمتر لان الطبيعة ما تقرب بالسنتيمتر، شو اسوي له؟ احوله. من احوله شو اقول؟ اقول انه كل واحد سنتيمتر على الخريطة يمثل مليون على الطبيعة، اذا كل واحد سنتيمتر يمثل 10 كيلومتر. ليش؟ لان كل واحد كيلومتر يساوي 100,000 سنتيمتر. كل واحد كيلومتر يساوي 100,000 سنتيمتر. نقسم مليون على 100,000 قد يطلع؟ يطلع 10 كيلومتر. 10 كيلو. هسه حولناها من السنتيمتر، مساحه مليون سنتيمتر بالسنتيمتر، هسه حولناها الى الكيلومتر، قسمنا الكيلومتر على اجزاء السنتيمتر، طلعت عندي 10 كيلومتر. زين كيلومتر. اذا اريد ارسم شلون؟ اذا اريد ارسمه ارسم خط بطول قد 10 بطول 10 سنتيمترات. كل سنتيمتر واحد يقد يمثل كيلو 100,000. لا كل سنتيمتر قد يمثل على الطبيعه، ايش قد؟ واحد. لا 10 كيلومتر، هاي طلعناها 10 كيلومتر. انا ارسم 10 اقسام او ارسم مقياس 10 اجزاء، كل جزء مقسم الى واحد واحد، يعني سنتيمتر سنتيمتر. كل سنتيمتر قد يمثل 10 كيلومتر، يعني 1 سنتيمتر 10، السنتيمتر الثاني قد 20 كيلومتر، السنتيمتر الثالث 30 الى ان نوصل الى العاشر قد يمثل 100 كيلومتر. واضحه؟ نعم دكتور. واضحه. زين واضحه. نجي الان الى الميل العادي، هو يريد من عندي الكيلومتر، ويريد من عندي الميل، ويريد من عندي الميل البحري. الميل العادي كل واحد بوصة على الخريطة تمثل مليون بوصة على اليمين على الطبيعة. طبيعة. على الطبيعة. كل واحد ميل يقد يمثل بوصة 63,360 بوصة. واضحة لو لا؟ واضحة. هاي قلت لكم أنا ثابتة، قلت لكم ثابتة. كل واحد ميل يمثل 63,360 بوصة. إذا مليون بوصة على 63,360 يقصر، صار عندي 15. نعم 15.78 بوصة. صار عندي 15.78 بوصة. نفرض إذا أريد نرسم، نفرض إن سيني قد يساوي 10 بوصة، يعني مطيكم إياها أنا هناك 10 مطيكم إياها 10. إذن 10 سين تساوي 10 نقسمها على يمين على 15.78 تطلع عندي 0.63. فأرسم 10 أجزاء، ارسم 10 اجزاء، كل جزء قد ياخذ 10 كيلو، ياخذ 0.63 بوصه. والنقطه الثانيه تزود 0.63 قد يطلع، والثالثه تزود الثانيه 0.63 وهكذا لما نوصل للعشرة. نعم دكتور. زين ناخذ الان الميل البحري. اخذنا الكيلومتر واخذنا الميل العادي، الان ايش ناخذ؟ ميل البحري. نفس الشيء، كل واحد بوصه على الخريطه تمثل مليون بوصه على اليمين طبيعه. اريد احول البوصه الى ميل، اذا كل واحد ميل بحري قد يساوي 72,960 بوصه. الميل البحري العادي يقد يساوي 63,360 بوصة. الميل البحري يساوي 72,960 بوصة. إذا مليون تقسيم
72,960 يقل طلعت لي 13.7 ميل 13.7 ميل بحري ميل البحر 13. ميل 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 بحري واضحة؟ نعم دكتور. إذا نريد نرسم نفرض إن سين بوصة تساوي 10 ميل بحري. هسا قلت أنت مين طلعت العشرة؟ عشرة طلعت كيان منطق السؤال بالبداية ينطبق عليه الكيلو متر والميل والميل البحري. 10 أجزاء أرسم 10 أجزاء. 10 نفرض سين بوصة تساوي 10، 10 تقسيم 13.7 يطلع 0.72. معناه أرسم خط، معناه أرسم خط. الخط مقسم إلى 10 أجزاء، كل جزء قد يأخذ 0.72. ها يعني بكل جزء تزود عليه 0.72، كل جزء تزود عليه 0.72. الله يسلمك. واضح دكتور؟ ها على المقاطعة ال 72 نجمع حوالي 72 المربع الثاني نكتب ايه تجمع تجمع 0.72. هسه راح انا اقول لك قدامي هسه بالحاسبه، انت مو مقسمه الى 10 اجزاء. ايه اول جزء تخلي صفر بالمقياس صفر. زين الجزء الثاني سنتيمتر الثاني او الانش الثاني، الانش الثاني سوي انشات، الانش الثاني ايش قد؟ هم 0.72. لا الزيد 0.72 زائد 0.72 قد يطلع 1.44. صحيح. زين الثالث شو يسوي النقطة الثالثة؟ تزود 1.44 زائد 0.72 قد يطلع 2.16. اعرف دكتور، بس هاي الارقام نكتبها بداخل المربعات يعني؟ ولك بابا على الخط اللي راح ترسمه، على الخط اللي راح ترسمه. ها نعم دكتور واضح. حلفي هذا واضح دكتور. دحلف اول مرة دكتور. والله واضحة، بس انا حسب المربعات لان احنا من ساعة اخذنا المربعات، هسه اطلع يعني خط مستقيم. هسه واضحة عندكم الشغلة ان شاء الله؟ واضحة دكتور. تمام، اذا واحد عنده سؤال او استفسار اي بعد احنا دكتور بس كل مسائل راح ناخذ، كل مسائل ترى دير بالكم راح ناخذ كل مسائل نوب. ترى انا ما مسجل حضور بالموديل، تليفون ايفون ما يطلع بي الحضور، يطلع عندي بس بالتشات. اي ولك بابا دز لي بالتشات، دز لي بالتشات. شو اسمك انت؟ منتظر علي الناوتي حسن. منتظر ولا هاي الان اللي تحكي شو اسمها؟ ما اعرف اسمها مايك. ترى انا ما يطلع عندي الحضور. ما بابا شو اسمك انت؟ مو قاعد اقول الان اللي تتكلم شو اسمها؟ أنا حورام حسين. حورام حسين. والثالث اللي حكى قبل قليل أستاذ أنا هم ما ين دكتور ما دكتور ما يطلعنا الحضور بابا. إذا ما طلع كتبوا لي عتشات، إذا ما طلع كتبوا لي عتشات. نعم دكتور. يلا عندكم سؤال، عندكم استفسار، عندكم شيء تقولون لي ما فاهمين شيء، أنا راح أجيب المحاضرة يوم الأحد بإذن تعالى. احنا ناخذ الرسم مالتنا مثل ما بلغتكم، قلت لكم جيبوا الخريطه هذه صوروها الي وجيبوا اثنين ورق بيض وجيبوا المعدات الكامله اللي الهندسيه وتعالوا حتى نعطيكم الرسم وعودكم عليه، وبعدين ناخذ ما تبقى من الوقت لاعاده هذه المحاضره وهذه الارقام. نعم دكتور. خريطه واحده بابا، خريطه واحده بس. نعم دكتور.